تدعوكم نقابة المهندسين الأردنيين للمشاركة في المهرجان الخيري لدعم صمود الأهل في قطاع غزة ونصرة للمرابطين في المسجد الأقصى. نصركم طريقنا إلى القدس، بمشاركة فريق الوعد الإنشادي من لبنان والمنشد عامر الأشقر والشاعر الدكتور أيمن لعتوم. الحضور مجاني والدعوة عامة. يوم الجمعة 17 من الساعة 4:30 وحتى الساعة 6:30 مساء في ساحة مجمع النقابات المهنية عمان أشمساني.